السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني. اليوم عندي قطرين نسائي، طبعا هذول من ماركة كليفن كلاين. هذول يمكن أفضل عطورات صراحة المرغوبة بالسوق حاليا. أنا قليل بجيب عطورات نسائية لأنه طلب عليهم عندي قليل صراحة. أنا بشتري حسب الطلب، عندي عطورات رجالية أكثر. هالعطر هذا ريحته كتير كويسة صراحة، هاد يعني بتحسه نسائي 100%. يعني هالعطر، والتاني ريحة الورود كمان كتير حلو. يعني اتنين من افضل عطورات صراحة. عندي عطورات تانية ان شاء الله حسب الطلب، كل ما صار عندي عطورات جديدة إن شاء الله بنزل فيديوهات جديدة. إن شاء الله تكونوا تستفادوا من هالعطورات. إن شاء الله أشوفكم بخير، إن شاء الله وأشوفكم بغير فيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله.